رمضان كريم والله أكرم على كل العراقيين أينما كانوا من جنوب العراق إلى شماله. أكيد اليوم الأجواء كلش حلوة، في حدائق، أغصان، الزيتون، رمضان حلو ويا ناسنا وعوائلنا، وبردنا سلامة على كل العراقيين إن شاء الله. دائما أنتم تشوفوني في البرنامج لابس لبس يختلف عن هذا اللبس، اليوم لبسي لبس بغدادي. تعرفون شنو برنامجنا؟ برنامجنا نفسه يرهم كلش. الهدايا مالتنا مقدمة من مركز آدم اللبناني للسيدات، وأكيد كوزمتك بي فاين، وحلويات مؤيد الحمداني اللي شاركت اليوم في التصوير، المصور علي ساجد والمصور علي حسين ومساعد المصور العفو أيمن المشهداني والمونتير فراس عبد إسماعيل، ونكون بالتقديم خطاب القصاب. شلوني اليوم؟ خليجي وخبل. مشاهدينا الكرام، بتنا وياكم بأول فقرة من برنامج يرهم كلش، وهي فقرة دار ودور. وارجع أقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين أينما كنتم من جنوب العراق إلى شماله. أكيد كل العوائل هسه فطرت والأجواء كلش حلوة، ورمضان حلو ويانا ويا العوائل العراقية. رمضان كريم، شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا. أخبارك؟ والله الحمد لله على الله. شلون أمورك؟ صافي. إذا أنت شلونك؟ أكيد بداتك. شلونك عاد؟ الحمد لله. رمضان كريم. رمضان كريم. شخبارك؟ الحمد لله زين. رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك عاد؟ الله يسلمك. شلونك حبيبي؟ حبيبي ورده. اخبارك؟ يخليك. اجواء رمضان؟ الحمد لله خير وبركه. ايش فطرتوا؟ خير وبركه، كل شيء فطرنا، كل شيء اكلنا. مبين عليك. ليش؟ مصايم؟ تمام. نبدي بالاسئله؟ نبدي ويا الشباب لو ويا البنات؟ شو تقولون؟ ابدي ويا الشباب لو ويا البنات؟ ويا البنات. السؤال الاول، بماذا اشتهرت الحضاره البابليه؟ زين ليش مو منك؟ يا اكبر. لا لا لا. بس شلوني؟ انت خريجه شنو؟ انجليزي. وانت؟ ترجمه انجليزي. انجليزي؟ ايه. زين وانت؟ مهندس كهرباء. وانت؟ علوم حاسبات. موضوع عمك. يلا. بس هاد بابل؟ باقو. ما بقى. لا هذا ما اعرف. بتعرف؟ لا. زين وانت؟ ما اعرف. هم تعرف؟ لا ما اكيد؟ ايه. مسلة حمورابي؟ لا. هو احنا يمكن نعرف بس هسه ما دنا نعرف، ما ادري ليش. انت هم تعرفون؟ اكيد بيها. زين ايش قد وزنك؟ صدق لو تكذب؟ صدق طبعا. اكيد حاطيني تكذب يعني، فقول الصدق. الصدق 70 60. انتم مقتنعين بالوزن شباب؟ لا انت وزنك اعذرني جايك هسه. نجي بالسؤال الثاني. السؤال الثاني اذا ما جاوبت عليه تخسرون، ماشي؟ هسه بيبي نبدي بالسؤال الثاني، بيكم لعب الشباب. الشباب يعني اذا جابوا هم تخسرون. ها تمام. ثلاثة زائد ثلاثة في ثلاثة ناقص ثلاثة زائد ثلاثة، ايش قد تطلع النتيجة؟ ثلاثة في ثلاثة. ركزوا وياي، ثلاثة زائد ثلاثة في ثلاثة ناقص ثلاثة زائد ثلاثة. عوف التليفون حبيبي. يلا ثلاثة في ثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة. تمام. اي في ثلاثة. 12 ناقص ثلاثة. 11 زائد ثلاثة. 18. ركزوا وياي، ثلاثة زائد ثلاثة في ثلاثة ناقص ثلاثة زائد ثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة. ركزوا وياي، ثلاثة زائد ثلاثة. ثلاثة زائد ثلاثة. ايش قد؟ ثلاثة زائد ثلاثة، ما تعرفون ايش قد؟ ستة في ثلاثة. ستة في ثلاثة. 18 ناقص ثلاثة. 15 زائد ثلاثة.
18. اي ممكن. كنت قلتي قبل شوية 18؟ لو بقول 12 اللي قبلها. 18. جوابك النهائي انت شنو جوابك النهائي؟ 12. وانت؟ 18. وانت؟ 18. وانت؟ 18. خالو اعطيني الهدية ماصالون البيضة. وهاي الهدية لا ماصالون، هاي البنية فازة. اي البيضة. زين. الهدية مقدمة من مركز آدم اللبناني للسيدات. تعرفون وين؟ وين؟ 14 رمضان مقابل مطعم وكوفي بي تو بي او لحم بعجينة جندول. داخل الظرف اكو شغلات تختارين وحدة من عندها، تروحين تسوي بيها شي اللي تريدين. تمام؟ جواب صدق صحيح. حياكم الله، مشكورين، ورمضان كريم عليكم. مشاهدينا الكرام، خلينا نشوف العائلة. الأخ أبو كرش شفاطن اليوم. تعال 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 تعال. خربطتك؟ صدق؟ رمضان كريم. الله يسلمك على الجميع. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ الله يحفظك. إن شاء الله يسلمك. الله. قد وزنك؟ وزني 120. قد؟ 120. والطول؟ 193. وزنك 50. رمضان كريم. لا لا. شلونك علي؟ زين الحمد لله. اسم بالخير؟ زهراء. زهراء. السؤال اللي ما حد جاوب عليه، جاوبوا على السؤال الأول، ما جاوبوا على السؤال الثاني. السؤال الثاني، بماذا اشتهرت الحضارة البابلية؟ مسألة حمرابي؟ لا. خلنا أقعد يمكم سريع دقيقة. حطت الأسئلة يمكم لحد هسه ما بقيت شيء. ما لحق أبوك. شنو الجنان المعلقة؟ كذا المعلقة. شو فطرت اليوم؟ مشويات. لو تجيبوا لك هسه المطعم كله ما تشبع. لا شبعت. بس الف عاف. شيل عينك من عندي اشبع. الف عاف. لا. الف عاف. الله ما شاء الله عليكم. الله يسلمك. شنو الجواب؟ قلت لك جنان المعلقه او الكتابه، اختراع الكتابه. وعلوم الفلك والرياضيات والنحت والفخار مو؟ لا. 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 تقول لي لا وطيتك الجواب تقول لي لا. اقول لك يا اهم شو الكتابه؟ يعني انا اعطيتك الجواب هسه اعطيتك يعني عمي هذا الجواب بعد. اشتهرت الحضاره، اشتهرت بماذا اشتهرت الحضاره البابليه؟ اشتهرت الحضاره البابليه بازدهار علوم الفلك والرياضيات والنحت وصناعه الفخار. اعطيتك الجواب وتقول لي لا؟ ما مره خسرك هديه. احبك. زين شو تقول هذا الجواب صحيح لو لا؟ اي اكيد صحيح. انا اقول لا. لا بلي صحيح لانهم يشتهرون بالعلوم. علوم؟ اي نعم. رياضيات. هو خصوصا كم سنة راسبة بالرياضيات؟ اني ولا سنة. ولا سنة. رياضيات. ولا سنة رياضة. ركز وياي وتعطيني جواب على السريع. 3 زائد 3 ناقص 3 في 3 تقسيم 3. 3 زائد 3 6 وراها. منافسة. عنده وقت بعد؟ ايش قلت؟ 3 زائد 3 بعد؟ في 3 تقسيم 3 زائد 3 9. ما يحتاج. 3 زائد 3 زائد 3 6 18 تقسيم 3 6. زائد 3 في 3 تقسيم 3 زائد 3 3 زائد 3 لا يا اخي 3 زائد 3 زائد 9 متأكد 9؟ طيب التليفون افتح لي طلع يلا 3 زائد 3 في 3 تقسيم 3 زائد 3 9 مو؟ زي ما اقول لك الجواب اني غلط. لا يبقى 3. هذا تكذب التليفون؟ يبقى 3. هذا تكذبني؟ يبقى 3. لا 9. لا يبقى 3. هاي 3.
انت حطيتها من بالك؟ لا لا تزعل. اه تاكد. اجواء رمضان شلون؟ الحمد لله حلوه. حلوه زين. تريد هديه لمرتك؟ الهديه اللي عندنا له حلويات. اي عادي حلويات. حلويات حلويات الاول وزن 120. والله مو وزن 50. تدين الحلويات لو تدين المركز. اثنيناتهم. الله خالو انا كنت ناوي اعطيهم المركز بس لحطيهم الحلويات. حلويات مو رمضان وحلويات فشي مرتب. اعطيني هديه خالو. وهاي الهديه مقدمه من حلويات مؤيد الحمداني. هاي الهديه تفضل. هاي الهديه تفتحها وتروح الحمداني وتختار وحدة اللي موجودة بداخل الظرف. هذا العنوان بعد ما ادلك تعبت. ان شاء الله ممنون. حياك الله. اشكرك حبيبي. حياك فيك. تسلم. مشكورين. وارجع واقول لك انه هو الجواب يطلع ثلاثة. ثلاثة هاك الهدية. طبعا مشاهدينا الكرام الاجواء كلش حلوه اليوم. في حدائق واغصان الزيتون. الاجواء كلش حلوه. وارجع واكرر واقول انه هدايانا مقدم من مركز ادم اللبناني للسيدات وحلويات مؤيد الحمداني وكوزمتيك بي فاين. هنتقل وياكم الى ثاني فقره من برنامج يرهم كلش وهي فقره هو وهي. اوكي الفطور شو دا حس تأخر عليكم؟ والله الحقيقة والواقع طريق شوية كان ازدحامات اليوم. اي ازدحامات كلش ازدحامات. ويا الازدحامات يعني حاليا ازدحامات كثرة السيارات بغداد. شوربة راحت طارت؟ جابوا لنا شوربة بالبداية وبعدين جابوا لنا الأكل الباقي. رمضان كريم عليك وعليك والف عام. رحم الله والدكم على قناتكم قناة سامرة إن شاء الله. أشكرك أخوي العزيز. شلون شختي؟ رمضان كريم. ان شاء الله مرتاحه. احمد الله. فطرتي؟ الف عام. روح لي غاد طبعا. اي قوم 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 على حيلك قوم. اها دقيقه خليني اعطيكم سؤال زين. ما يصير تمام لا حيصير زين. راح اسالك السؤال. اكثر لحظه شنتي بيها سعيده شو وقت؟ والله احنا اليوم طالعين صدق احنا اليوم احنا عيد زواجنا احنا طالعين احنا وجهالنا نقدر نحتفل. السؤال الثاني متى اخر مره قال لك احبك؟ تعال يا امي. تمام. اكثر لحظه كان زوجتك بيها سعيده شو وقت؟ قبل فتره يعني قليله. قبل فتره قليله. نعم. قبل فتره قليله. نعم. تمام زين. شو وقت اخر مره قلت لها احبك؟ اخر مره قلت لها احبك ساعة. ها لا لا شفتي انت قلتي اليوم اني كنت اسعد وحده وقبل ساعه قال لك اني احبك وانت قلتي قبل فتره. لا هو قبل ست ايام قال لي احبك اليوم احنا نقول له طلعنا صدق يعني نقول له طلعنا يعني عيد ميلاد زواجنا مناسبه وشي اي انا قلت له اقول له هو عيد ميلاد زواجنا بدأ تقول المفروض اليوم تقولي أحبك. حتى طلعت كذبكم. لا 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 ما نكذب أنا. لا أنا قلت قايل أحبك. شو أجواء رمضان اليوم؟ والله أجواء كلش حلوة وإن شاء الله رب العالمين يعني يبقى هذا الأجواء كلش بغداد زين وندعي من الله سبحانه وتعالى يحفظ العراق ويحفظكم ويحفظ قناتكم إن شاء الله. إن شاء الله. والأجواء يعني؟ الحمد لله والشكر. الحمد لله. من وين؟ ها؟
من بغداد. شلون اجواء رمضان؟ لا الحمد لله الحمد لله. حلوه؟ الحمد لله اكيد. شوي التحامات تلقى التحامات اكيد. اليوم اول يوم رمضان اكيد. حوادث صمت الطريق تصير اسم الله يعني والله يكفينا الشر ان شاء الله. وين الهدية؟ الهدية وهالهدية مقدمة من حلويات مؤيد الحمداني دائما وراها حلويات مو؟ وهاي الهدية وهاي الهدية تفضل تفضل هاي الهدية تفتح الظرف تلقى ثمان شغلات تختار واحدة من الحلويات الموجودة والعنوان يمك بالتفصيل. أشكركم رحم الله والديك أشكر قناة سامرة على هاي الفرصة الحلوة الطيبة خلينا نلتقي بيكم زين وان شاء الله من اكثر تالق واكثر يعني نجاح ان شاء الله النجاح اكيد ان شاء الله ان شاء الله حياك ممنون يا ورده رحم الله والديك. مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم الاجواء كلش حلوه في شهر رمضان المبارك ونشوف انه العوائل اليوم فرحانين ومتونسين. خلينا نشوف عائله اخرى خلينا نشوف بعد عائله زين خلينا نشوف هنا أنا. نشوف عائلة. السلام عليكم شلون الصحة شو أخباركم شلون صحتكم رمضان كريم علينا وعليكم شلون أجواء رمضان الحمد لله حلوة الحمد لله فطرتوا الحمد لله شوف أنا هم مغطي القرعية رمضان كريم علينا وعليك شلون صحتك الله يحفظك شو أخباركم الغالي تعالوا يا أمي فيناك تفضلوا يا أمي تفضلوا يا أمي تعالوا 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 تعال يا أمي أختي هنا تعال صفي تعال أخوي هنا تعال أها راح أبدأ بالأسئلة راح أسألك أسئلة بدون ما هو يسمعني تمام؟ لا تسمعني لا لا تمام السؤال الأول أكثر لحظة كنت بيها سعيدة شو وقت؟ هي اللحظة اللي تعرفت عليها تمام زين السؤال الثاني متى آخر مرة قال لك أحبك؟ يومي يقول لي إياها أكيد أكيد أكثر لحظة كان زوجتك بيها سعيدة شو وقت باوع عليه غلسنا شو وقت يعني أكثر لحظة من تقدمت لها يعني من تقدمت الخطوبة إيه تعالي سوت أنت إيه شو وقت يعني هو أكو غير يعني من تقدمت لها واجب تمام 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 زين متى اخر مره قلت لها احبك قبل دقائق الجواب الاول نفسه كان تقريبا اكيد تقريبا فوزوا لو تخسروا لا نفوز طبعا عم تفوزوا اي طبعا اه طبعا لان جوابنا متقارب من يقول متقارب يوم يقول لي احبك هو استقبل شويه قال لي احبك قولي لا انا احبك اموت عليها بس قول انا احبك انا احبك واموت عليها انت مو مفكر تتزوج عليها مستحيل هذا الشيء من يقول انا اقول لك اكيد اكيد ما مفكر تتزوج ابد اذا حسك راح تتزوج مستحيل هذا الشيء انت باحة وين كنت بالدوام بس طلعت من الدوام طلعت بثلاثه وين رحت للبيت للبيت أكيد أكيد يعني ما قعدت بكوفي لا لا لك حبيبتك مستحيل هذا الشيء أكيد أكيد ما أعرف أنا عندي إحساس وياك حبيبتك اليوم أنا بايت بالشارع ها ليتي بالشارع لا طبعاً ما ليتك بالشارع لا أجواء رمضان والله الحمد لله خير من الله وندعي الأمان للشعب العراقي ويا رب يديمها هاي الغمة على هاي الأمة بحق محمد وآل محمد إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شلون أجواء رمضان؟ الحمد لله خير من الله حلوة؟ يدي ما علينا وعليكم إن شاء الله شو فطرت اليوم؟ والله خير من الله يعني مشاوي بعد وصعد إن الشوربة جبتوها من البيت لو من نانا لا طبعا من نانا أول مرة أشوفون واحد يقدم بشي زي عربي أول مرة؟ أي زين العربي أحلى لو كجوة لا طبعا العربي ليش؟ يعني هو غير العربي بس عربي ذاك تابع للغرب زين أعطيكم هدية هدية شو شو وقت تجي الهدية؟ باكر إن شاء الله وأنا خدت تجي الهدية خدت تجي الهدية
خلي عوف التليفون خمس دقائق يجيب لنا الهدية. الصالون. هاي الهدية مقدمة من مركز آدم اللبناني للسيدات بداخل الظرف. ثمان شغلات تختارين مثلا ثمان شغلات تروحين تسويها الشيل 3D 14 رمضان مقابل مطعم وكوفي بي تو بي مركز آدم اللبناني. تفضلي وحياك الله ورمضان كريم علي. علينا وعليكم ان شاء الله يا رب. تقول القناة سمر فضائية ان شاء الله يا رب دائما بالتوفيق. الله يديم عليكم ان شاء الله ويعمل الامن والامان على عراقي ان شاء الله يا رب. شو تحب تقول القناة سمر الفضائية؟ الله يديم عليكم ان شاء الله ورمضان كريم علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. هاي هاي يا حبيبي اكيد متونس متونس مرتاح مرتاح اجمعين ان شاء الله اجمعين ان شاء الله بس انت سويتنا مشاكل. اخذوا راحتكم اخذوا راحتكم حياكم الله. ننتقل لو لا مشان كذا ننتقل وياكم الى ثالث فقره من برنامج جرهم كلش وهي فقره الجواب قبل السؤال. مشاهدينا الكرام ارجع واكرر ونقول انه رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين من جنوب العراق الى شماله. دائما تشوفوني في برنامج جرهم كلش في لبس كاجوال عادي لكن اليوم شفتوني بالزي البغدادي الاصيل. اكيد هسه وصلنا لكم الى فقره الجواب قبل السؤال. اجواء كلش حلوه في شهر رمضان المبارك. الاجواء جميله ويا عوائلنا ويا ناسنا الطيبين. خلينا نشوف هسه هاي العائله اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. شلونكم؟ ان شاء الله اهلا وسهلا. اجواء رمضان؟ الحمد لله بخير خير خير حلوه. رمضان كريم اختي. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين ان شاء الله. فطرتي؟ اي الحمد لله. شبعتي؟ اي الحمد لله. شربتي شاي؟ اي بالعافيه. شلونك امه؟ هلا بي. رمضان كريم. الله يخليك. اول شيء رد دعوتك بشهر رمضان. ان شاء الله الله ينصركم ويخلصنا من هاي الغمة يا رب يا رب العالمين وفرجها على العراق كله إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يركب طيب إن شاء الله. ركزوا وياي. الجواب قبل السؤال. لحطيك الجواب تعطيني سؤال. نعم. الجواب. نشأت شمال العراق قرب من ضفاف نهر دجلة وكانت تسمى بلاد آشور. هذا الجواب. أعطيني سؤال. ركزوا وياي. نشأ شمال العراق بالقرب من ضفاف نهر دجلة وأشهر مدنها هي مدينة آشور ونينوى وكانت تسمى بلاد آشور. أين نشأت مدينة شمال نينوى؟ مدينة شمال مدينة شمال العراق وما أشهر مدنها؟ تمام؟ هي أين نشأت؟ بس أين نشأت الحضارة؟ آشورية؟ ما أدري. آشورية؟ ها؟ آشورية؟ أي كملي؟ أي أنت تحكي على آشور؟ أين نشأت الحضارة الآشورية؟ أي جاوبتني بالقرب. كملي؟ هم أشهر مدنها؟ في العراق. ها؟ في العراق. سؤال. أين نشأت الحضارة الآشورية في العراق وما أشهر مدنها؟ عندنا وقت؟ عندنا وقت؟ ها؟ لحطيك الجواب. نشأ شمال العراق بالقرب من ضفاف نهر دجلة وأشهر مدنها هي مدينة آشور ونينوى وكانت تسمى بلاد آشور. أين نشأت وما كانت تسمى؟ وما كانت تسميتها؟ الحضارة الآشورية وما أشهر مدنها وماذا كانت تسمى؟ تقول انت صحيح. عيدها ونقص من عندها الكلمتين. يا كلمتين. اين نشأت الحضارة الآشورية وما اشهر مدنها؟ اين نشأت الحضارة الآشورية وماذا كانت تسمى؟ انت مجاوبت طش طفرك. عيد. اين نشأت الحضارة الآشورية وما اشهر مدنها؟ نهائي؟ اي جواب نهائي؟ اي جواب. شو تقولين حجي نهائي؟ صحيح ان شاء الله. ما شاء الله. شو تقولين؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شو تقولين؟ قولي لي العفو. شو تقول؟ وما كانت تسمى مدنها. وما
كانت تسمىها مدن. يا صار. خامس. شلونك بالجغرافيا؟ زينة. والوطنية؟ زينة. من قلت الجغرافيا سويتي هيجي يعني حسيتك راسمة بيها. لا لا زينة. نهر دجلة وين أين يقع؟ بيتنا. بس ساقي أول حديقة. عمي جوابك صحيح وهالهدية مقدمة من حلويات مؤيد الحمداني زين هاي ورا الفطور عرف هذا؟ ها قرايبكم؟ لا عاد يلا حطيها لابوك تندلى مو؟ تفضل اها تمام داخل الظرف تلقي شغلات ثمانية تختار واحدة من عندهم ان شاء الله ماشي جزيلا الله يبارك بيكم الله يبارك بيكم رمضان كريم على الجميع ان شاء الله رمضان كريم رمضان كريم على الجميع حياكم الله حلوين ومنورين رمضان كريم عليكم مشاهدينا راح ننتقل وياكم الى الفقره الاخرى وهي فقره دفاتر عتيقه حبكم وياي هاي اخر فقره من برنامج يرهم كلش وارجع اقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين من جنوب العراق الى شماله طبعا اليوم المصور اللي وياي اللي هو علي حسين اللي هو علي برغي اللي هو ابو شوارب بالجديد سوى شوارب مخيفه هسه راح اشوفه طبعا بالختام راح اقول لكم مو هذاك باعوه هذاك والله شويه شويه الله رمضان كريم علاوي فطاره حبيبي لو بعدك فطرت انت حبيبي اكيد حقول لك رمضان كريم رمضان كريم بس ما لا رمضان كريم شلونكم علي الله يخليك شو اخبارك والله الحمد لله حشمك كبير ليش تسوي شلون اجواء رمضان والله الحمد لله حلوه الحمد لله الحمد لله طرت الحمد لله وش الشوربه لازم ضروري شوربه والتمر تمر واللبن بعد رمضان رمضان كريم علينا وعليكم يا صاحب ثالث ايش قد وزنك؟ هنا انا اريدها ايش قد وزنك؟ الصدق الصدق صار يمكن سنه مقايسه قبل سنه ايش قد؟ يلا اليوم ما اعرفش عبر المية لو بعده لا مو لهالدرجه 90 لا 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 80 62 باعي احنا ويانا ميزان الفقره بيها ميزان اذا طلع وزنك 62 راح تاخذين تليفون ايفون بس اذا ما طلع وزنك 62 عندك علم راح تلعبين شناو لا 62 63 اعطيني مضبوط لان وراها شناو احكي الصدق 62 متاكده اي يعني نجيب الميزان جيبه تضمنوها تلعب شناو ترى تضمنها لا تضمنها تلعب شناو عادي عادي اوكي تضمنيها لا مو 10 20 تضمنيها تضمنيها شلون وزنك انت يا حبابه يا ورده 75 فخليش قاعده لا ورطج زين السؤال ركزوا وياي ما معنى كلمه خاولي 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 نشف بيه شو تقول انت نشف بيه شو تنشف بيه خشمك لا شعري الصبح شنو معنى كلمه خاولي منشفه منشفه الله ضاجه من عندي منشفه ها منشفه يعني هي كلمه ترجع ترجع للبراغي الاشوريه كلمه شنو خلوه لي شلون فسرتها ها تجي مقطعين اي نطقكم اللغ نطقكم اللغ ما معنى كلمه خبصه 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 يعني هوسه يعني مستعجل اي من هالنوع هذا خبصات يعني معناتها هوسه هوسه وزنك 75 شي مزعج الله انت ايش مش ضايج اليوم؟ خايف ايش تفطرين هيك تصيرين قبل الفطور شلون شو تسوين؟ زين من الجوعين
تحل امه شو تقول لي لها؟ ميتة من الجوع. زين شنو الجواب؟ مع الخبصة؟ خبصة يعني هوسي مستعجل. انا رب الخبصة بس ما اعرف معناها. ازدحام. وانت؟ ما اعرف. الله الله الله. وين الهدايا؟ الهدايا. اوكي دقيقة دقيقة، خلينا نسألكم قبل الشيء. عندنا حلويات وعندنا صالون مركز تجميل، شو تريدون؟ شو تريدون؟ يلا اختاروا بسرعة. بس تروحون تجيبوا الحلويات، احنا ما ندخل، نعطيكم. حلويات؟ حلويات، وهذه الحلويات مقدمة من حلويات مؤيد الحمداني. بداخل الظرف اكو ثمان شغلات، تختارون واحدة من عندها، واحدة بس. ماشي؟ شلون؟ عالتين. اي عالتين. هاك هاي واحدة. اعطيني الصالون. الصالون. وهاي الصالون وتستاهلون، بس انا راح اعطيها للفتاة اللي وزنها 190. وهذه الهدية مقدمة من مركز آدم اللبناني للسيدات 14 رمضان مقابل مطعم وكوفي بي تو بي. ثمان شغلات بداخل الظرف، تختارين واحدة بس سوين بيها شيء تريدين. تفضلي نزلي وزن. مشاهدين الكرام، الأجواء كلش حلوة ويا عوائلنا ويا شبابنا، ورمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين. أكيد الأجواء أرجع بقول يا رب ردوا السلام عليكم من جنوب العراق الى شماله. وهذا اليوم اللي تعبني وتعبته، المصور اللي تعب وياي اليوم، قول له رمضان كريم عليك، المصور علي حسين والمصور علي ساجد، وكل عام ورمضان كريم على كل كادر قناه سامره الفضائيه. واكيد هناكم بالتقديم خطاب القصاب. اودعناكم.